طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود طقس مغبر وأتربة مطر في العاصمة الرياض نهار اليوم مع 40 درجة مئوية الملموسة 36 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون نشطة أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا تبوك طقس صافي 36 إلى 23، سكاكا 39 إلى 26، وعرعر 39 إلى 23. المنطقة الغربية مدينة جدة رياح نشطة 41 إلى 27، المدينة المنورة طقس صافي 41 إلى 29، مكة المكرمة 43 إلى 31، والطائف 32 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 20 إلى 30، الباحة 30 إلى 23، أما جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة 41 إلى 31، حفر الباطن 40 إلى 30، أما الإحساء 44 إلى 30. المنطقة الوسطى حائل طقس صافي 36 إلى 25، بريدة 39 إلى 26، والرياض أتربة مطارة 40 إلى 28. إلى اللقاء.